طيب اتفضل يا تامر. استكمالا لكلام زيزو وهيمه، لو تفتكر من حلقتين كان على التاتش سكرين قلت لك نجوميه محمد صلاح في ليفربول وصلت ان يورجن كلوب بقى بيعتمد عليه في ادق 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 التفاصيل. صحيح. لو تفتكر الضربه الركنيه، برافو حتى عليك. ان محمد صلاح مش من اللعيبه بتاعه ليفربول اللي بيتمتع بطول قامه، يعني هو مش فابينيو، هو مش فان دايك، ومع ذلك هو بيبني عليه تكتك. بالظبط. تكتك في كرات دقيقه في تفاصيل يعني. مظبوط. يعني استكمالا لكلام زيزو، تخيل بقى ليفربول اللي عنده لعيبه وعنده مدرب بيعتمد عليه في الضربات الثابته، بيعتمد عليه في كل حاجه، احنا كمان لازم يا جماعه نستغل الراجل ده. يعني الراجل ده بيصنع الفارق في اقوى دوري في العالم قدام حامل اللقب مع فرقه تقيله قوي زي ليفربول. يبقى انت ازاي كمنتخب مصر مش قادر تستغله في كل الامور دي؟ طيب عايز تقول حاجه عشان عايز استفهم منك على جزئيه، ممكن نعرف نرسمها بالاسماء عشان الناس برضو تشارك معانا في التخيل في الحلم. يعني هو انا عشان استفيد من محمد صلاح محتاج ايه الوظائف من تشكيله المنتخب بتاعه مصر، بحيث انه اللعيب الفلاني ده لازم تفرغ المساحه زي ما عمل هندرسون في الكوره الفلانيه، الباك رايت لازم يبقى له، يعني قادر افهمك اوصلك وجهه نظري؟ وصلت. طيب اتفضل. النقطه هنا خلي بالك، في البدايه مش عيب ان اي منتخب او اي نادي يبني جزء كبير جدا من اسلوب لعبه على لعيب، مش عيب. شفنا تييري أنري كان بيبني عليه ما يقرب من 80% أو 75% من طريقة لعب أرسنال. مزبوط. والراجل ما كانش بيكذب خبر، الفرقة لما بتتعب عشان تخدم له الراجل كان بيجيب جوال، وكان بيجيب جوال زي ما بنقول كده بلغة الكرة السينمائية زي جوال محمد صلاح. يعني جوله في مان يونايتد مستلم وظهره لفابيان بارتيز عملها برفعها لفوق لافف وحط. فالفرقة بتهيأ له، بتحاول تخدم عليه. ولينا كمان في جورج ويا مثلا، لو في مره من المرات لو تفتكر ليبيريا كسبت مصر وجورج ويا لعب باك ليفت بجول في الطرف الشمال. ليه؟ علشان كلنا كنا نازلين متوقعين ان الراجل ده هيلعب فرويد راس الحربه بتاعه، فاجئنا. فمش عيب، ده اول جزء في المبدا. ماشي. ان مش عيب تبني الجزء الثاني بقى يا هيما، ان انت ازاي تستغل محمد صلاح. تستغل ازاي محمد صلاح؟ ان انت ابسط حاجه ان انت تحطه في موقف يبان فيه الفروقات بتاعته. ايوه برافو عليك. يعني ايه الفروقات بتاعته؟ يعني انا النهارده مثلا محمد صلاح، هل عندك اعتراض ان محمد صلاح سريع؟ خالص. يبقى لازم اخلق له الايه عشان سرعته تبان؟ المساحات. طيب هخلق له مساحات ازاي؟ زي ما عز مثلا شرح، الكسندر ارنولد بيفرد له الملعب، الباك رايت بتاع مصر اللي هو اكرم توفيق يعني مثلا. برافو عليك. يبدا يفرد الملعب بالعرض عشان ياخد الراجل الباك ليفت بتاع ايا كان مين المنتخب. طبعا احنا بنتكلم على ليبيا، لكن عامه في العموم فيما هو قادم. يبدا بدل ما تخلي صلاح مثلا متراقب بواحد او اثنين او ثلاثه، ولو اني ما شاء الله احنا بعد ما شفنا مان سيتي متراقب بثلاثه وباربعه ما شاء الله، الله اكبر عليه يعني. ادي له الكوره، اخلق له مساحه يستلم الكوره وهو فيها بوشه. لان كل الناس هتراقبه، ما هو منطقي، ده احسن لاعب في العالم، ده طبيعي. والنقطة التانية كمان يا هيما، ان انت لازم يبقى عندك بلان بي. يعني افرض انت نزلت النهاردة وده متوقع يوم الجمعة ان منتخب ليبيا يضيق عليه مساحات، يرقمه. اكيد يا هيما ما تحاولش تفهمني ان بعد اللي شافوه ده هيعاملوا محمد صلاح معاملة اي لعيب في منتخب مصر. طبيعي. لا اكيد في جزء كبير جدا من دماغ المنتخب الليبي ازاي هحد من خطورة محمد صلاح. طيب الناس دي لو بدأت تضيق عليه مساحات وتراقبه بواحد او اتنين او تلاتة، ايه الحلول بتاعتك؟ انت مجهز ايه؟ هل هتسيب محمد صلاح وتقعد تتفرج عليه يبقى زيه زي اي لعيب في المنتخب يفقد الميزه بتاعته مثلا؟ لازم يبقى عندك حلول كتير. يعني واحده من الصور اللي كان عزه بيعرضها، صلاح متمركز عند نقطه البينالتي وكانه مهاجم رقم 9 صريح مستني الكره العرضيه علشان اهو مثلا عند نقطه البينالتي، تمركز تيبيكال لمهاجم رقم 9، عنده قوه بدنيه مستني كره عرضيه عشان يطلع يحط بدماغه، او لو هي على الارض يقطع خطوتين ويقوم. ليه بقى؟ لان الارتكاز الاولاني اللي هو المفروض في السنتر مسنتر نفسه تماما. أيه. على ناحيه اليمين، وفي ارتكاز تاني موجود، والكسندر ارنولد فاتح الملعب والكره في رجله. فاحنا مأمنين ان صلاح، فاكر زمان كنا بنقول المشكله ان صلاح مش هيرجع يدافع. أيه. ايوه احنا مش عايزين اصلا نرجع ندافع. احنا منتخب مصر. فاحنا قلنا لهيكتور كوبر شكرا، كفايه يدفع خلاص. عدينا المرحله بتاعتها. فعايزين بقى نشوف الاداء الهجومي اللي احنا نبقى واثقين فيه في نفسنا. هي الفكره كلها ثقه في النفس. بمعنى ان ايه اللي يخلي مثلا الكسندر ارنولد يلعب هو الارتكاز، فالارتكاز يروح يفتح هو الملعب. انا بعمل تريكه. لو اتقطعت الكره هتبقى فيه مشكله، بس مين قال انها هتتقطع؟ ما انا منتخب مصر ليه؟ انا ليه منتخب مصنف؟ صحيح. انا ليه عايز اوصل كاس العالم لو انا مش واثق في نفسي؟
فانا نفسي ابقى واثق في نفسي، انا مش هتقطع مني الكوره. عجبني اول عنوان اللي انتوا اللي عز استخدمه واللي بنتكلم فيه، هي تفعيل محمد صلاح مع منتخب مصر. يعني لو 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 الجزء ده من الـ من الـ من البرنامج احنا بنتكلم فيه عن عن عنوان مهم، فهو فكره تفعيل محمد صلاح مع منتخب مصر. تفعيل دور الوحش محمد صلاح. صحيح. شخصيه هيمه. شخصيه النهارده لعيب الكره او الرياضي بشكل عام النهارده بقى جزء كبير جدا منه شخصيته. انت عندك لعيب ومحمد صلاح اللي عمله امبارح ده بيدي درس لكل الناس. اوعى تبطل او توقف انك تشتغل على نفسك. صحيح. ليه النهارده هو جاب جول يشبه ده في توتنهام؟ مش اول مره. مش بس ليه ما عملهاش تاني؟ ليه ما عملهاش بشكل يبهر اكتر؟ كان مبهر. ليه ما عملهاش قدام كواليتي لعيبه اعلى؟ لان اكيد كواليتي لعيبه مان سيتي اعلى طبعًا من توتنهام. طبعا انا بجيب الجول ده في توتنهام، لا ده انا هجيبه بقى كمان في حامل اللقب ده، انا هجيبه بشكل احلى. طب انا هجيب يعني دايما عنده طموح، دايما عنده شخصيه. اللعيب اللي يعمل الجول بتاع امبارح ده، لا دي قوه شخصيه غير عاديه. انك يبقى تستلم تعملها سبعايه يا زيزو وتسحب الراجل وتنيم. لا لعب حواري، لعب حواري. لا.